ألو، أنا عبير. يا أهلا بعبير. أنا بس بدي أقولك إنه اليوم في اجتماع أهالي والماما رح تكون بالمدرسة، ما بعرف أي ساعة، مش رح أقدر أهرب اليوم. خليني أقطع النهار وبعد الظهر بنحكي ونتفق على كل شيء، أوكي؟ عبير أكيد مش عم تكذب علي. وحيد، أنا مش عم كذب، وحياتك. أوكي نحكي بعد الظهر.